كيف للسلطات الجزائرية أن تدافع عن قوانين قمعية مطالبة بإلغائها وتعدها تعزيزا للحقوق وسيادة القانون؟ تساءل حقوقيون. الجزائر تشهد إصلاحات سياسية واقتصادية لحماية حقوق الإنسان وسيادة دولة القانون، شعار رفعه الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وزعم أن الإصلاحات تهدف لتعزيز استقلال القضاء ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة. الوفد أدرج الرئاسيات ضمن هذا المسعى والتزاما بالمسار الدستوري والقيم الديمقراطية. وجدد الوفد التزام الجزائر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة. ممثل الجزائر قال ما قاله في محفل يعرف جيدا وضع حقوق الإنسان المتدهور في الجزائر، محفل لطالما عاب على الجزائر انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان ومصادرتها للحريات. الوفد رافع لإصلاحات وقوانين يعدها المجلس وغيره من المنظمات تضييقا وانتهاكا. عديد المنظمات الحقوقية والتقارير طالبت الجزائر بإلغاء تلك القوانين الزجرية والقمعية. ورفعة الوفد الجزائري بدت غريبة وأكدت إنكار السلطة وانفصامها عن الواقع، يقول متابعون.